المملكة العربية السعودية تشيع جثمان الملك عبد الله بمشاركة وفود عربية وأجنبية، والسعودية تبايع سلمان ملكا، والعاهل السعودي الجديد يصدر 6 أوامر ملكية بتعيين ولي العهد وولي العهد ورئيس الديوان الملكي. حدادا على وفاة خادم الحرمين، السيسي يقطع مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادية، ورئاسة تعلن الحداد 7 أيام، والحكومة إرجاء احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.